طبعا كان في تواصل الفتره اللي فاتت، خصوصا كانت من بدايه من يوم الاثنين كان اتحاد الكره عامل اجتماع في اسكندريه في منطقه اسكندريه لكره القدم، وتم التواصل مع الكابتن خالد بيبو وبعض المسؤولين في النادي الاهلي، واتكلمنا في الموضوع، اتكلمنا وقعدنا وتناقشنا. ليه بقول لك اتكلمنا وتناقشنا؟ علشان في ناس برضو في وسط الزيطه دي طلعت قالت ايه ده، ما بيردوش وما بيتكلموش ومش عايزين يحلوا والكلام ده. كابتن خالد بيبو حي يرزق، ممكن اي حد يسال الكابتن خالد بيبو. احنا قعدنا واتكلمنا وانا كلمته وكابتن حازم كلمه وبعض المسؤولين، وبنشوف الدنيا تتحل ازاي وتمشي ازاي. وكل حاجه يا جماعه عمرها ما كانت خناقه ولا عركه ونشوف مين اللي عمال يضرب ومين اللي هيدي ومين اللي، مش موضوع من الاخر خناقه ومين اللي هيضرب ومين اللي هيكسب، الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان انت لازم تقدر الراجل ده وتحترم وجهه نظره، وتقدر الراجل التاني وتقدر وجهه نظره. الراجل دوت من حقه ان هو يبقى فرقته جاهزه، هو رايح يلعب البطوله ماتش السوبر الافريقي، لان في الاخر هيلعب باسم مصر وهيجيب بطوله للنادي الاهلي وهيجيب بطوله لمصر. ما شاء الله رايح يلعب سوبر، هو اكتر فريق حائز على السوبر مصر النادي الاهلي ما شاء الله 8 القاب في السوبر الافريقي، 8 القاب وان شاء الله ده يبقى التاسع. والناحيه الثانيه الراجل مدير فني من ساعه ما جه بيشتغل كويس، الراجل بيعمل 5 معسكرات للاتحاد الدولي، مديله 5 معسكرات في السنه، كل معسكر 8 ايام، داخل على بطوله افريقيه، عنده ظروف معينه اللي انا حكيتها لحضراتكم من تصنيف وانذارات والكلام ده كله، غير ان هو كمان داخل على شهر 11 كلكم عارفين هنبدا اول جولتين في تصفيات كاس العالم. فالراجل ده بيفكر ومن حقه، والراجل ده بيفكر ومن حقه، مفيش اي حاجه بتخلص في ساعتها وفي وقتها، ولازم بيبقى في وقت ده يفكر ويشوف طيب دوت انا لو اتنزلت هتعامل ازاي، انا لو اتنزلت هنا طب انا هتعامل ازاي، وتبقى الدنيا ماشيه بهدوء اكتر من كده. وهرجع اكرر لحضرتك الموضوع ان شاء الله هيتحل، ان شاء الله الموضوع هيتحل. ولكن خناق وزعيق وهجوم، مفيش مشكلة، هي مش أول مرة في هجوم، مش أول مرة ولا هتكون، يعني لا أول مرة ولا هتكون الأخيرة. بس أنا من واجبي إن أنا أقول لحضرتك وأوضح لك الصورة إزاي، زي ما هي بالظبط كده، لا هول لك فيها ولا جمل لك فيها، هي الوضع كده. فانت لو ركزت كده وانت هادي وبتسمع الكلام دوت هتبص هتلاقي تقول لك ايه الله، طب واللي حصل اليومين ثلاثة اللي فاتوا دول، طب ما الدنيا، ما كل واحد من حقه ان هو يقول وجهة نظره، يعني كل واحد من حقه انه يقول ان وجهة نظره. وبعدين الدنيا الحمد لله ماشية بشكل كويس جدا جدا، الراجل ما جاي من ساعة ما جه فيتوريا وشغال بشكل كويس قوي، ومتواصل مع كل الأندية وكل المدربين، وحتى الشارع المصري حبه، في رضا بشكل كبير جدا. احنا لأول مرة يا جماعة من فترة يبقى في رضا على المدرب، سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي، الناس راضية، الناس مبسوطة، فالناس راضية وشايفة إن في، لا في ثقة، في ثقة من الناس. طب احنا هنبتدي نعمل مشاكل مع الراجل ليه؟ وفي موضوع يعني ايه؟ يعني موضوع هياخد وقته وهيتحل. الراجل ما هو جاي، الراجل يشتغل برضه علشان يوصل كاس العالم، كولر جاي خد 5 بطولات عايز يجيب اكتر منهم، خلاص اتعود على البطولات، عايز يشتغل وعايز يجيب بطولات وعايز وعايز وعايز، عايز كل لعيبته تبقى جاهزه وتبقى كل لعيبته معاه. فاحنا مش هنقعد نشكك بقى في 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 الزمم ونعمل والله ما تستاهل، والله ما تستاهل. وانا بقول لحضرتك هي لا هتبقى اول مره ولا اخر مره الهجوم وي وي والكلام من ده، بس انا بقول لحضرتك
محدش يصدر مثلا لحضرتك ان يقول لك ايه ده حتى التواصل مش موجود. لا يا فندم التواصل موجود، التواصل موجود، يعني التواصل موجود، التواصل موجود مع النادي الاهلي، والتواصل موجود مع فيتوريا، وتقريب وجهات النظر موجود من اول لحظة في المشكلة هنا وهو هنا. واحنا يهمنا ان نشوف منتخبنا في احسن حالة، ونشوف بداية لتصفيات كاس العالم ولا اروع، ونشوف فوز بالبطولة الافريقية، ونتمنى مع بداية الدوري الافريقي كولر يجيب لنا الدوري الافريقي، وماتش السوبر الافريقي يجيب السوبر الافريقي،